فيشال انزار بودر بودر طبختنا تيس ودجاج عشان الناس اللي تبي تطبق محشي مكرونه ومحشي بكشنه وشغل مرتب. طبعا التيس يا جماعه الخير هذا هو يجيك كامل بس تشقه منين تشقه من هنا بس عشان تحشي فيها المكونات وتخيطه. تتبيله نبي نحط من خلطه الغربي الحراق والعادي عشان يصير الطعم موزون ونحط منها ملح ومويه صلى الله وبارك. تتبيلة اللي برا باقي هذا الشيء ما تبلناه نحط شوي من بهارات ونتبله الباقي كله مطبوخ جاهز. الحين نتبله من داخل هذا التتبيله من داخل ومن برا وبعدين نحشيه. نبدا الحشوه طبعا تشكيله نحط شوي مكرونه، شوف انواع مسوينها بالبيت، نحط شوي كشنه، نحط شوي خضار، نحط بيضتين، تشكيله كذا لين تروح الحشوه كلها ببطن التيس. خلطة الغربي طبعا انتم عارفين موجوده عند السيف جاليري او الثلاجه العالميه او حساب الانستغرام، بحط لكم رقمهم وانستغرامهم. كذا خيطناه شيء معلق او سلك قوي اللي تبغى، هنا تشرح شوي من اللحم القوي بس عشان تدخل التتبيله فيه. باقي التتبيلات كثيره ما اخذها بطن التيس، نتبل نحشي فيها الدجاج والباقي نحطه على الرز. صلى الله وبارك، صلى على محمد. ثبتناه كذا على شاب، فرشنا الجمر وحطيناه على الجمر، يا سلام. يلا اعطونا قدر. الحين نحط القدر فوقه ونسكر عليه تسكير كامل، يا سلام. الحين ندفنه، طبعا الجمر هذا راح يعطينا حراره، ونتركه وتشوفون بعد كم نطلعه، بحط لكم الساعه. يلا يلا بعد ساعتين بالضبط. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الان التزيين شوف الدجاج كيف، شوف هذا مع استواء، شوف كيف الخرفشه. ليش كذا؟ شوف الخرفشه. نقول بسم الله يا ولد، انا بفقع الدجاج وانت تفقعه من داخل، فنشوف هنشوف. لا 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 مو صدق ما شاء الله. انا هذا ذبحني ذا، لا شوف هذا ذبحني ذا. تسمحوا لي اخذ كذا من هذا الموزه اللي يسمونها الموزه، شوف شلون. لا لا مو صدق.